سيد باغجي، على ماذا سيكون التفاوض بين أردوغان وأوغان في الفترة المقبلة قبل الجولة الثانية؟ سوف يكون مفاوضات عملية تفاوض مثيرة للاهتمام بطبيعة الحال بين الجانبين، لأن بالنسبة لأردوغان كان في البداية يرفض التيار القومي، أي نوع من التيار القومي في برنامجه السياسي، أما الآن فيبدو أن الأمر يتوقف إلى حد أكبر على زعماء التيار القومي ومسنان أوغان، وعليه أن يقدم مزيد من التنازلات في المستقبل أكثر، وعليه ومن التيارات التوجه الإسلامي. وأتوقع إذن أن تحركه سيميل إلى التيار أو يميل الاتجاه القومي من حيث التفكير. المعارضة كريتشدار أوغلو سوف يحاول هو الآخر أن يتحدث لسنان أوغان، وسنان أوغان في بياني هو صديق لي بالمناسبة، صديق من أصدقائي، وأنا هو الآن في اللحظة الوقت التالي هو اللي سوف يقرر من الذي سوف يصبح رئيسا. فإذا نجح أردوغان بدون أن نأخذ بعين الاعتبار سنان أوغان ووضع سنان أوغان، سوف يكون أمرا صعبا بالنسبة له لأن يحصل على أكثر من 50%. لأنه إذا كان الأمر هكذا، وإذا كان سنان أوغان يفهم وتوصل تفاهم مع كريتشدار أوغلو، فالأرجح أنهما سوف يتمكن من التغلب على عدد الرئيسي أردوغان، وأردوغان سوف يكون أغلبية له أغلبية في البرلمان حزبه، ولكن يفقد الانتخابات الرئاسية. سوف يكون ذلك أمرا مثيرا للاهتمام بالنسبة لنا جميعا، إن لم يكن هو الرئيس ولديه الأغلبية في البرلمان مثل في السنوات الخمس الماضية، فلن يكون يتصرف على كما يحلو له. إذا لهذا سنان أوغان بالنسبة له هو ينقذ حياته سياسي من هذا المنظور على أقل تقدير.